علي ها علي وش اللي صاير؟ ولا شيء كمل حكيك لسه خايف على أصابيعه لسه معه 9 ما أحد قال شيء ولا أحد وجه أحد على العموم الحسابة بتحسب مين بيدور مين مشكلة خلينا نشوف لأنه لازم راقبه خايف أحكي معكم يحط شيء بالطنجرة لأبو عنا تعال أبو يوسف نضيع شيء تعال هون تعال ها وين نضيع شيء تعال شوف الشباب بس كل واحد على السريع هلا تعال نطلع يا اخي نطلع نشر الرجال لا والله بس السريع كذا نظره رحمه ها رحمه ايه يعني ها كل واحد نقطه ورجع نقطه على الخفيف تسمع نقول نقطه على الخفيف ذاك والله يا ابو يوسف الله وكيلك صادوك الكنترول صادوك سمعان ها يا رب دخيلك يلا روح انت انا ما اخرب والله اروح اظبط أمانة يعني ولا الكل يعني ملاحظ 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 بين الأسبوع الماضي والأسبوع أربع من النقطتين إلى الآن مين؟ أبو يوسف لمين غشش مين؟ أيوة لا وليش وهذولي كلهم إن شاء الله ما يغشش بإذن الله لا يا كلهم أجري ينقص منهم هو الرجال مر عليهم كلهم ومر وعلمهم كلهم ما له علاقة واحد أعطيته ميز ومشي أبو يوسف أنت علمتهم كلهم؟ أيوة خلاص لا لا مو هيك علم اللي عنده وخربط اللي عنده هذا اللي سواه روح اسالهم بالله روح اسالك على كل واحد تاكد قوم سلطان تاكد يا روحي مساء لحظه حامد قال كيفك ها اعطاني معلومه وقال لي كيفك ابو يوسف خلاص ركز المعلومه عادي علمه كلكم علمه ما في شيء اتكلم احد يا خالد ما اعطاك معلومه يا ابو حسين ها ابو عناد وش المعلومه اللي اعطاك ابو حسين في حاله يا جماعه المعلومه اللي قال حط مع البصل قرفه حط مع البصل قرفه كل واحد بينقص نقطتين الا هذه 4 معليش ابو حسين ايش دخله معليش انا اعترض شوف اسمع انا اعترض انا اعترض عن تنقص درجتين مني ليش لحظه انا اقول هو اخذ 4 ان علي ايش ذنبنا ايش دخلنا احنا بالموضوع اقول ان علي يوسف على يوسف قد الثقه ورجل امين وصادق وما يطلع منه شيء صلي على النبي ابو يوسف حبيبي صلي وسلم عليه انا اعترض ابراهيم تراني لا انا بعترض ما لي علاقه في الموضوع انا بعترض لا اصحك ما خلاص هو الوحيد اللي راح يخصم من نقاط أيوة بس اوكي لكن هو ما انا راح اغشش فريق اخصم من ابو يوسف ما تخصم من الرجال هو لا 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 ابو يوسف يا تخخر هذا يا الكل يا لا ليه ايش دخل اخصم من ابو يوسف ليش؟ يعني شغالين في حالنا شغالين أبو يوسف هو اللي دافع قيمة التذاكر تبع الطيران كمان يطلع لا 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 ما تظلم الرجال تخصم منه شيء وهو ما قال شيء يا حبيبي هو لا ويمكنه هو قد يكون أفضلهم يا حبيبي فريقه هو فريقه أبو سلطان لا يأخذ ال 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 واثق الخطوة يمشي ايه؟ مالك يعني أخصم نص الدرجات اسمع اسمع إذا علم الجميع إذا علم الجميع يشكر خلاص يا شيف محمود شيف محمود خلاص ما عاد نخصم من أحد شوف اسمه أبو يوسف هذا البرنامج برعاية